مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها الحديث على المشاركه المغربيه في الالعاب الاولمبيه باريس، والحديث على هذا الموضوع كيحضر معنا في الاستوديو سي عزيز دوده، المدير التقني السابق لجامعه العاب القوى. سي عزيز مرحبا بك معنا. شكرا لمهد على الاستضافه، وانا حقيقه مسرور نكون معكم اليوم في انفاس. بارك الله فيك استاذ، الشرف لينا انك قبلتي الدعوه ديالنا. الشرف ليا. بارك الله فيك استاذ. غادي نتكلموا على الالعاب الاولمبيه والمشاركه المغربيه فيها. شنو هي توقعاتك للحضور المغربي في الالعاب؟ في الواقع التوقعات اللي تيديروهم الصحفيين ولكن الاطر التقنيه يمكن تشوف الموضوع من جوانب اخرى. الجانب الاول هو جانب ديال الكم، يعني عدد المغاربه والعدد اللي تاهلوا، وهذا في حق ذاته مؤشر. والجانب الثاني هي الاستعدادات، كيفاش طرات، واش يعني كانت في بالشكل اللازم باش يمكن المغربي يوصل للمبتغى. لان حقيقه ما تنظنش واش كاين شي واحد اللي غايقول بلي 60 رياضي مغربي اللي مشاركه كلها غادي تحصل على ميداليات، ولكن كاين ناس اللي تعرفوا ان هناك حدود لبعض الابطال المغاربه اللي مستواهم مستوى دولي عالمي كبير. دائما كنعولوا على العاب القوى في حصد الميداليات. سي عزيز، باش كتفسر هذه المساله؟ هذه التفسير ديالها سهل، هو يعني باش المشاهدين يعرفوا على ان المغرب عنده يعني في الحصيله ديالو من 1960، يعني من اول مشاركه في الالعاب الاولمبيه، عنده 24 ميداليه من ضمنها 20 في العاب القوى. هذا تيبين حاجه واحده، هو انه العاب القوى كان عندها واحد التنظيم اللي يمكن سبقات فيه باقي الرياضات في المغرب من ناحيه ديال التنظيم الاداري ديال الجامعه، ولكن كذلك من حيث الرؤيه والاستراتيجيه اللي توضعت، لان النتائج ما جاتش من عدم. حتى الى سنين النتيجه ديال 1960 اللي هي ميداليه فضيه ديال عبد السلام الراضي الله يرحمه، باقي الميداليات كلها من الثمانينات لهنا، يعني من 84 لهنا. من 84 لهنا جامعه العاب القوى في ذاك الوقت كانت دارت واحد المخطط، واحد استراتيجيه محكمه باش المغرب، يعني دارت الاستراتيجيه تحطات في 78 باش المغرب يحصل على ميداليات في 84، بمعنى ان كانت واحد التحضير اللي دام تقريبا 6 سنوات، وهذا اللي كاين. ما يمكنش توصل واحد النتيجه رياضيه في المستوى العالي، يعني مستوى الالعاب الاولمبيه، بالصدفه. الصدفه ما تعطيش النتائج، اللي تعطي النتائج هو العمل. وباش يمكن لك تكون واحد الرياضي في المستوى العالي خصك على الاقل 60 70 سنين ديال العمل، وهذا اللي كانت توضع. وحقيقه وكانت التتويج في ذاك الوقت وهو مؤشر كبير وتاريخي بالنسبه للمغرب، ولكن كانت بمثابه انطلاقه ان في 84 حصلنا على جوج ميداليات ذهبيه، وحده اناث وحده ذكور. سعيد عويطون هو المتوكل، بمعنى حتى ديك السياسه اللي كان المغرب نهج واللي باقي الان تنهجها ديال المساواه في الممارسه الرياضيه ما بين الاناث والذكور، كان حقيقه بانت وبقات مستمره الى حد الساعه. لان في ضمن الميداليات الاولمبيه اللي عند المغرب هناك ميداليات للاناث. سي عزيز، إذا بغيت نسولك شنو هي الطريقة كيفاش ممكن نستثمروا، شنو هما الرياضات اللي نقدروا نستثمروا فيهم من أجل الوصول للبوديوم في الألعاب الأولمبية؟ هذا سؤال وجيه. فأول مناظرة اللي كانت طرات في الرياضة المغربية في الستينات اللي كان موضوعها الرياضة، كانوا المسيرين ديال ذاك الوقت، الناس اللي كانوا في المسؤوليات واللي كانوا في الجامعات الملكية المغربية والأطر اللي شاركت في ذاك الوقت في الستينات، كانت تختار 12 رياضة، وقالت على أنه هاد 12 رياضة هي اللي خص المغرب يستثمر فيها وهي اللي عندنا فيها مؤهلات. وما كانوش عن خطا، يعني ما كانوش خاطئين هاد الناس هادو، بالمنظور ديال ذاك الوقت، بالامكانات ديال ذاك الوقت وبالمعرفه اللي كانت في ذاك الوقت، هذاك الشيء اللي كان خصو يدار. مع الاسف ذاك الشيء ما دارش، لان بقينا غاديين تنحاولوا في جميع الرياضات. كاين مؤشرات علميه اللي تتبين على انه اولا الساكنه على وجه الارض ما عندهاش نفس المؤهلات في نفس المناطق، في كل المناطق. بمعنى كل منطقة على في البسيطة عندها خصوصيات. هذه الخصوصيات الفيزيائية، هذه الخصوصيات هي في البشرية، لأن مثلا الشكل البشري الإفريقي ماشي هو الشكل البشري الآسيوي، ماشي هو الشكل البشري ديال أمريكا اللاتينية، ماشي هو الشكل البشري ديال شمال أوروبا إلى آخره. بمعنى أن كل صنف من الأصناف ديال البشرية عنده مؤهلات خصوصية اللي هي نابعة على واحد تراكم، وهذا التراكم عنده آلاف السنين تراكم اللي تعطي خصوصيات. هاد الخصوصيات خص الواحد يستثمر فيها. علاش؟ وياخذها بعين الاعتبار لواحد السبب اللي هو اساسي واللي مع الاسف تيتنسى، هو انه الانجاز الرياضي لا بيرفورمانس سبورتيف هو تعبير ثقافي. تعبير ثقافي هو تعبير ثقافي، شي بحال اللي الرسام تيهز الشيته واللوحه وتيرسم،
ما عمر الرسام المغربي ما غيرسم في نفس اللوحه، يعني نعطيوه نفس المشهد باش يرسمو، ما عمره ما غيرسمو بحال الرسام الصيني. الرسام الصيني ما عمره ما غيرسم بحال الرسام الهندي، الرسام الهندي ما غيرسمش بحال الرسام الفرنسي الى اخره. كذلك في الموسيقى، كذلك جميع التعبيرات عندهم خصوصيات. هاد الخصوصيات هادو ما اساسيين، اولا خصنا نكونوا واعيين بهم، شنو تيميزنا على باقي المناطق العالم، وهذا اللي طرا في العاب القوى، ان وصلنا بابحاث يعني بمراقبه الوضع كيفاش داير، شنو هي المؤهلات ديالنا اللي تجعل اننا في واحد المجال معين نقدروا نتوفقوا، وهي مساله معلقه بالجينات، معلقه بواحد العدد ديال المسائل. وهذا هو الاساس ديال اي استراتيجيه رياضيه يمكن تقوم بها اي بلاد، هو اننا اولا توعى بشنو هي مؤهلاتها. وهذا كان واضح مثلا في هذه ايام قليله بحث اسبانيا كاس اوروبا. اسبانيا علاش ربحات كاس اوروبا؟ لان هذه واحد العدد ديال السنين، خاصه قبل الالعاب الاولمبيه اللي نظمت في 92، اللي كانت هذاك هو المنطلق، يعني قبل منها الوقت اللي حطت الترشيح، وضعت واحد المخطط اللي بناته على اسس علميه، كانت تجمعوا واحد الكونكلاب، واحد الشكل ديال المؤتمر اللي تكلموا فيه على كيفاش خصهم يستعدوا، شنو خصهم يديروا. فجاو ناس علماء خبراء اللي قالوا بدي شوف، ما مثلا خدينا مجال كره القدم، ما يمكنناش نلعبوا كره القدم وحنا تنقلدوا المانيا ولا نقلدوا اسبانيا ولا نقلدوا البرازيل ولا نقلدوا كذا. هذا كل واحد عنده الخصوصيه ديالو، خصنا نلعبوا كره القدم بحال اسبانيا، بحال سبليون، يعني وخداو بعين الاعتبار المقومات ديالهم البدنيه، المقومات الفكريه، يعني اللي قلنا الجانب الثقافي، واستثمروا فيه. وهذا اللي اعطى ان اليوم بتغمض العينين اي واحد تيشاهد فريق اسباني ولو يلبسوه الكحل ولا الصفر ولا كذا، اي واحد شاهد دوك اللعابه تيلعبوا غادي يقول هذه اسبانيا، بمعنى عندها شخصيه في اللعب. وهذا مثلا اللي بان عاوتاني في المنتخب المغربي في كره القدم في كاس العالم في قطر، لعبنا بحال المغاربه، الوقت اللي لعبنا بحال المغاربه يعني بينا على انه كاين شي حاجه اللي واحد شي حاجه اللي الاخرين ما قدروش يفكوها. شفرة بصمة ديال المغرب، بصمة هذيك البصمة كانت مفاجئة بالنسبة لكاع الفرق اللي تنافسوا معنا، ما عرفوش من الباب من الاخير يقبطوا، فهمتي. وهذا هما هاد المسائل، هذه هي مسائل أساسية. واللي تنتمنى أنا هو يكون مثلا هاد الأبطال ديالنا اللي غيشاركوا في الألعاب الأولمبية أن تكون هاد الخصوصيات يعني كاينة وحاضرة في الوقت ديال الاختيار ديالهم، الوقت اللي بداو التحضيرات ديالهم، باش ان شاء الله يكونوا في احسن المستويات في باريس. سيده بدا سولتك بنظر الوفود المشاركه، اشنو هما المدارس اللي تقدر تنافسنا في العاب القوى؟ العاب القوى احنا تنتنافسوا مع اولا تنتنافسوا مع افريقيا، لان القرب ديالنا من افريقيا ثقافيا وحضاريا تجعل انه بعد في بعض المسافات وفي بعض الاصناف ديال العاب القوى يعني تنتشاركوا نفس الشيء. حنا تنتشاركوا مع اثيوبيا، تنتشاركوا مع كينيا، تنتشاركوا مع تنزانيا، واحد العدد ديال الدول اللي وشمال افريقيا كذلك، مع الجيران ومع التوانسه ومع هذا، عندنا نفس المؤهلات وتقريبا نفس المؤهلات، ولكن الطريقه باش تنشتغلوا تتراعي خصوصياتنا، وهذه الخصوصيات ديالنا تجعل اننا يمكننا نتميزوا. هذا مثلا فاش كنا تنتميزوا في 1500 متر، 5000 متر، 10000 متر كذا، يعني لنا خصوصيات. الوقت اللي تميزنا مثلا في 400 متر حواجز اينات وماشي بالصدفه، لانه عندنا زخم كبير من البطلات المختصات في 400 متر حواجز، انطلاقا من فاطمه الفقير في السبعينات، مرورا بنوال المتوكل، ثم نزهه بدوان والبطلات اخرين اللي ما معروفينش بزاف، ولكن اللي كانوا اللي حصلوا على بطولات افريقيا وبطولات كذا، لان هذو الكبار غطوا على هذوك اللي شويه صار. تيبين على ان هاد الميزات ديالنا تخذت بعين الاعتبار. واليوم مثلا من الابطال المرشحين المغاربه اللي تيرشحهم العالم، ماشي انا تنرشحهم، تيرشحهم العالم مثلا سفيان البقالي. سفيان البقالي مع من غيتنافس؟ بالضروره غيتنافس اولا مع اثيوبيين، مع كينيين. وإلا شفتي النتائج ديال الميداليات اللي حصل عليها المغرب، دائما غتلقى في المنصه لا بد كاين مغربي وكاين كيني وكاين اثيوبي، ويقدر واحد فيهم يغيب، ولكن يعني دائما حاضرين، لان عندنا نفس التخصصات، ماشي نفس المؤهلات، ماشي نفس الطريقه ديال باش نتعاملوا مع لا مع التدريب ولا مع الاستراتيجيات ديال المشاركه، لان الميداليه عاوتاني ما تتربح شيء غير تدخل وتتوكل على الله. خصك تدخل بواحد المخطط مدروس متقون، يعني بواحد التكتيك محكم. واللي صعيب في العاب القوى هو انه ما كاينش، ما يمكنلكش تعاود في كرة القدم، يمكن دير واحد المحاولة وإلا ما صدقاتش تعاود تكرر، عندك الوقت، عندك 90 دقيقة. في ألعاب القوى إذا درتي خطأ في وسط السباق تتخلصوا في تمتم، وإلا نجحتي تنجح تمتم.
سي عزيز، إذا بغيت نسولك على شنو هي التكلفة لصناعة بطل أولمبي بحكم تجربتك؟ الوقت اللي كنت مسؤول كنت دائما تنفتخر تنقول على أنه أرخص ميداليات من ناحية الكلفة هي الميداليات المغربية. ملي كنا تنقارنوا بدول اخرين بالولايات المتحده او فرنسا او المانيا او الصين او ذات، تلقاو انهم كانوا يصرفوا اكثر منا. حنا كانت عندنا واحد النجاعه في في في, 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 في تدبير الامور، وهذيك النجاعه كانت تجعل انه ما تنصرفوش بزاف، حتى امكانياتنا ما كانتش تسمح لنا نصرفوا بزاف، ولكن كان يعني واحد الاستثمار يعني مجدي ودقيق باش ما تنضيعوش فلوس، ما تنضيعوش الميزانيات، ماشي ما كانش عندنا الخير فايض، كان عندنا داكشي على حد قدو، ولكن كنا تنعرفوا نستثمروا في داك في الميداليات اللي حصلنا عليها. اليوم الحمد لله المغرب عنده امكانيات كبيره اللي ما كانش عنده في السابق، بمعنى اننا اليوم تيمكننا نوفروا للابطال ديالنا جميع ما يمكن يحتاجوه من اطور، من ادوات، من اختبارات، من الاستناد لنتائج مختبرات فيزيولوجيه الى اخره. يعني عندنا هذه الامكانيات اللي ولات الحمد لله متوفره في المغرب، الشيء اللي تيجعل ان الكلفه غادي تطلع، ولكن الكلفه راه طلعت في العالم كله، حتى ماشي غير في المغرب. كنا يمكن حنا عندنا واحد نقص، لان امكانات الدوله المغربيه ما كانتش بالحجم اللي هي الحمد لله اليوم المغرب راه تطور وتقدم وتغير، ماشي المغرب ديال 2024 ماشي هو المغرب ديال 1980 ولا حتى 2000. هذا المتغير هذا جعل انه اليوم الابطال ديالنا ما يمكنهمش يجيو شي نهار ويقول لك ما استعديناش بالكفايه، ما كانش عندنا الامكانيات او ما كانش كذا. الشيء اللي كان في السابق مع الاسف كان حاضر، ولكن مع ذلك كانت العزيمه والتدبير، حسن التدبير. سي عزيز، إذا طلبت منك توجه رساله للرياضيين اللي غيمثلوا المغرب في الالعاب الاولمبيه، شنو غتكون رسالتك اليوم؟ باش نرجع لك للجانب الثقافي، غنحكي لك واحد الحاجه اللي قليل الناس اللي تيعرفوها، ولكن الناس القراب تيعرفوها. دوك الصدريات اللي كانوا تيلعبوا بهم المغاربه، دوك الارقام باش تيلعبوا ديال القوى، كان ديما مكتوبه فيهم في ظهرهم، تنكتبوا بخط اليد ايه الكرسي. علاش؟ لان هذا الجانب الروحي، هذا الجانب الثقافي خصو يبقى حاضر، وهو مؤشر على الانتماء من جهه، مؤشر على العزيمه من جهه اخرى، لان حنا تنتوكلوا على الله قبل من كل شيء. تيبعث واحد الروح ديال الطمانينه عند الرياضيين. اللي نقدروا نقولوا هو تنتوجوا ماشي نتوجوا للرياضيين، لان الرياضيين في الواقع تيكونوا واعيين بشنو خصهم يديروا، ولكن المحيط هو اللي خصو يوضعهم في واحد المناخ ديال تحفيزي، واحد المناخ ديال العطاء وديال لا كونفيونس، ديال الثقه في النفس. هذيك هي الصعيبه، انك تبعد وتزرع في واحد الرياضي واحد الثقه في النفس ديالو بالمستوى اللي خصها تكون فيه، لان حقيقه هو داخل واحد الاختبار، حنا تنشوفو من الخارج، ولكن عن الله قلبه هو كيفاش داير. ملي تيكون داخل واحد الحلبه او داخل واحد المقابله راه تيكون عليه واحد الضغط كبير، وهذه المسائل هذه هذا هو هنا تتبان الخبره وتتبان التجربه وتتبان الكفاءه ديال الاطر المحيطه بالرياضيين. سي عزيز، شكرا لك. شكرا على الاستضافه. بارك الله فيك، شكرا على تلبيه الدعوه وعلى حضورك معنا. مرحبا لله. كنا سعيدين باستضافتك. مرحبا لله، وانا الاشاره. بارك الله فيك، شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد.